بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد وط بحري في الليل لاعب النهضة طنجة. بخصوص هذه المقابلة كما كتعرفوا راه مباراة كأس العرش راه إذا كيدوزوا راه كيتحسموا حتى آخر رمق. تمنينا لو أن حنا لو كنا سعيدين الحظ باش نربحوا، وبالحق قدر الله وما شاء فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، باي باي. لاعب نادي طلبة تيطون، لاعب المنتخب الوطني سابقا. المقابلة كما لاحظ الجميع كانت واحد المقابلة شيقة وكانت فيها واحد الندية كبيرة. مقابلة الديربي اللي معروفة عليها كتجوز في أجواء حماسية، كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية، والهدف والطموح ديالنا أننا نمشيو بعيد في البطولة وفي كأس العرش. تأتى لنا المبتغى، كانوا الدراري رجال تقاتلوا حتى لآخر لحظة، والقادم ان شاء الله يكون افضل ان شاء الله. الله يوفقكم، شكرا. بعدا اولا كنشكروا بريس تطوان والشاون بريس على الاستضافه، وكنشكروا مدينه الشاون على حسن استضافه هذه المقابله. مقابله دازت في اجواء اخويه مع الفريق التطواني، ولكن اللي كيبقى فينا حنا هو الحكام ما كانوش في مستوى هذه المقابله. خصهم الحكام يجتهدوا. حنا دوزنا المقابله، استعدينا لها بحال نهائي، والحمد لله طبقنا داكشي اللي كيطبق. اوني بيان بريزونتي دون لو ماتش، دي مينوت الاخرى اوني غاني دو بوان، ولكن الحكام عملوا خدمتهم. ما يمكنش كرة اليد في المغرب تتقدم بحال هيدا، ما يمكنش كرة اليد في المغرب يمشيو للقدام والباقي النيفو ديال الحكام بحال هيدا. صراحة خص إعادة النظر في الحكام، مع العلم أن هاد الحكام هادو الماتش الثالث هما كيصفروا لنا مور بعطيتهم، صفروا لنا الماتش ديال وجدة والماتش ديال الوداد والماتش هذا ديال تطوان. وهادشي ماشي معقول، ثنائي ديال التحكيم كيصفر ثلاثة الماتشات مور بعطيتهم. وفي النهاية الفري بلاي اللي كتربح. نتمنوا تطوان يمشيو بعيد في هذه المقابله باش نمثلوا جهه، وحنا الحظ الموفق العام الجاي ان شاء الله. وكنقولوا نعاودوا لولا التحكيم لكانت تكون نتيجه اخرى في هذه المقابله، وشكرا على الاستضافه.